السلام عليكم. اليوم الفيديو كيخص الناس اللي عندهم تساؤل بالنسبه للميكانيزم تاع لاشاس قروي مثلا، يعني ملي كدير الباتيسيبور ديال طوبات اون كاستري كيبقى عندك تخوف ان نهار اللي داك الميكانيزم ديالها شنو غادير، واش غتهرس ولا لا. اليوم راه جبت لكم باش نوريكم انه راه كاين بيز روشونج ديالها، يعني الا مشى لك لا قدر الله الميكانيزم او الفلوتر راه كاين بيز روشونج بلا ما تهرس ما والو، كتحيد غير البلاك بوسوار وكتمشي تشري بحال هذا. هو راه ديال لامارك كروي، ها هي. هذا بالنسبه هذا كاين هذا الميكانيزم والفلوتر راه كاين بوحدو. دابا حاليا ديسبونيبل الميكانيزم والفلوتر، راه دوموندو عليه راه غيوصل ان شاء الله. بالنسبه للميكانيزم ديالها راه ديال 300 درهم. الناس كانت كتخوف كتقول راه كيكون غالي بزاف ولا هادي، وخصو يشري السيكوره كامله واحد منا. انا درت دوموند على الميكانيزم. ها هو هذا هو الشكل باش كيجي، هو هذا البياسه الاولى، الاولى الثانيه ها هي الثالثه اللي كتحيد باش ممكن انك تدخل لداخل. هذا مارك كروي، هو راه مطبوع بكروي يعني دوريجين. هذا راه 300 درهم. اللي بغى يتواصل معنا في النمره ديالنا، حنا كنتواجدو في مدينه مكناس. وبالنسبه ان شاء الله للفلوتر فاش يدخل ان شاء الله راه غندير لكم عليه فيديو ونقول لكم الثمن ديالو. كما قلت لكم هذا الميكانيزم اللي كيكون لداخل هذا راه كيدير 300 درهم. الفلوتر فاش غيدخل غنقول لكم الثمن ديالو.